احنا مدينا تعليمات الفرع اس بي يو تاع مجمع صنع الغاز راه يقوم بدراسه نظن قريب تنتهيو منها راكم شويه روتار ماشي غير فقط تاع درقينا حتى تاع زياما حتى كل عندنا حوالي 250 حتى 300 ميجا وات دو بوتونسييل امكانيه يعني وعندنا المقومات ولكن الدراسه اللي راح نديروها دراسه جديده تاع تكنولوجيا جديده اللي الان تشتغلوا في العالم وين نقدروا نستعملوا الماء هذا باش ننتجوا الكهرباء وندخلوا في برنامج الطاقات المتجدده والانتقال الطاقوي ونسمحوا كذلك باش نزودوا المنطقه محليا بالماء الشارب. المهمه الاساسيه تاعنا كمجمع صنع الغاز والهمه هي تاديه المرفق العام كيفو اميلوري يعني ترقيه المرفق العام لاميليوراسيون دو نوتر بيرفورمانس سيرفيس بوبليك. الزيارة الميدانية لولاية بجاية تدخل في إطار تقييم أداء المرفق العام لمجمع صنع الغاز وحتى كذلك ظروف العمل للعمال والتحضير كما تعلمون ككل صائفة لمدى تقدم إنجاز المشاريع الطاقوية والمنشآت وتأكيد التحضير لشهر رمضان الكريم اللي هو على الأبواب وين بكل صراحة يعني شهدنا يعني أن ولاية بجاية تعرف ديناميكية حقيقية وجدية وتواصلنا مع السلطات المحلية ومع السيد الوالي وين كذلك شفنا بعض المشاكل اللي كانت كذلك تعرق نوعا ما يعني مسار تنمية المنشآت الطاقوية والطاقة كما تعلم هي محرك فعلي واقتصادي مع كل الانعكاسات يعني الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال السكن في مجال الصناعة يعني مناطق النشاطات ومناطق الصناعية خدينا قرارات كذلك هامه في هذا المجال من اجل دفع وتيره اكثر لانجاز والانتهاء في بعض المشاريع اللي كان شهدت بعض التاخر لعده اسباب يعني داخليه واسباب كذلك وبعض الاعتراضات كذلك فيما يخص شبكات النقل الكهرباء والغاز نظن كذلك شفنا مدى جاهزيه يعني الفرق للتدخل وقمنا بتدشين بعض المشاريع في القطاع وكالة ومقاطعات من أجل تقريب المرفق العام من المواد. اليوم رانا في عرس يعني في فرح بأتم معنى الكلمه 1200 منزل يعني زودت بالغاز الطبيعي في منطقه كيما هذه يعني جبليه وصعبه يعني اللي نعرفها مليح وعلى بعض الكيلومترات وين كان مؤتمر صمام وتاريخ الثوره العريق تاع الجزائر الحبيبه نظن هذه اولا فرحه وكذلك تفاؤل لجزائر الغد جزائر الجديده اللي ان شاء الله المجهودات اللي تقوم بها الدولة ويقوم بها المجمع صنع الغاز وقطاع الطاقة بصفة عامة راح نعموا هذه المجهودات وإن شاء الله تدريجيا تكون هذه الطاقة اللي راح تجيب الرفاهية يعني للمواطن تكون معمة في هذه المنطقة وهذه التضاريس الجبلية الصعبة. ان شاء الله.